ايه يا ولاد عيد مان؟ ما تقلقش يا عم، ما قلقش، مفيش حاجة يا عم. ده قافل على نفسه الأوضة ومش عاوز يفتح. قافل على نفس الأوضة؟ أيوه. وأنت إزاي تسمح له يعمل كده في بيتك يا عم؟ أعمل إيه بس؟ يا عم أنت أكيد زعلته في حاجة. أزعل مين؟ أنا أقدر أزعله، ده ابني حبيبي. برضه أنت بعبلتك وريقك مش طب استخبى يمكن يفتح. استخبى؟ افتح يا عيد ولا نقتحم. افتح يا عيد، دول صحابك اللي أنت بتحبهم وأنا ما بطيقهمش. يا بابا طلع العيال دي بره، أنا مستويهم مش عايز أعرفهم تاني. أنا كنت متأكد إن أنتوا سبب المصايب كلها. يا عم في سوء تفاهم عايزين نوضحه لك. عيد ابني قال تطلعوا بره يبقى تطلعوا بره. يا عمي بصراحة كده ابنك لازم يغير اسمه الثلاثي. لا يا أخويا ممنوع من السفر بقى. كفاية يا عم. القعدة كانت حلوة بس هي القفل اللي حكمت والله. يا ده تطلع يا عم. اطلع عسلني يا عمي. يا عمي سيبك يعني لو مش اللي بدنا هيتخرب. اطلع بره يا عمي، صدقني الموقف لسه في ايدينا ارجوك. موقف ايه؟ عيد اسكت، طردتهم لك طردة الكلاب. افتح بقى يا حبيبي، افتح يا ابني وكلمني. مش عايز؟ طب بلاش. اقول لك انا، انت كنت النهارده مع بنات عيد وطبعا قالوا عليك لخمه، وده مش عيب يا حبيبي، ما انا قدامك اهو. انا يا ابني عمري ما عرفت واحده في حياتي، المره الوحيده اللي عكست فيها ست بقيت امك الله يرحمها، لاني اتجوزتها عشان ضميري انبني. بس زمن غير زمن يا بابا. الزمن بيتغير لكن الاخلاق يا ابني عمرها ما تتغير. انا يا حبيبي اذا كنت قفلت عليك كنت بحميك من غدر الدنيا. ايوه حميتني يا بابا، بس عدمت شخصيتي، خلتني فاضي، ما بعرفش اكل ولا بعرف البس، خلتني حد ماليش شخصيه قدام اي حد خالص، حتى انت يا بابا ما بعرفش اتكلم معاك. يا كبرت يا عيني، كبرت يا حبيبي. خلاص يا ابني اتغير زي ما انت عايز، بس اوعى تغلط. فعلا انا لازم اتغير.
تعرفها يا لا يا باشا انا كنت خالص عادي. بس انا قلبي وقع في رجليا لما شافوكي. امال انا اعمل ايه اللي بحط عيني في الكاميرا لقيت دماغي طالعه لي من العدسه. بقول لك ايه يا لوحه؟ اوعي الصور تطلع في لوح. عيب خالتك استاذه. انت هتقولي لي بس انا كنت مرعوبه انت اكيد برضه انقذتني في الوقت المناسب. تربيت ايدك بص. يلا تفضل جه. معقوله؟ استاذه لوحه؟ ده انا حظي حلو قوي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. اهلا يا استاذه نور. الحقيقه انا مبسوط ان انا شفت حضرتك. انا معجب بيكي جدا. إيه؟ معجب بمقالاتك. ما فيش مقاله الا الحقيقه اقدم لك نفسي. انا الدكتور علاء دبلوم تجاره. دبلومه في التجاره الفي بس اللي تروح. انا ليا مكتب هنا في نفس الاسانسير في نفس العماره. في نفس العماره. فرصه سعيده جدا يا استاذ. ايوه بعد اذنك. أيوة. شويه يمكن في العربية؟ يمكن. ماما كويس قوي انك اتصلت يا ماما. تعرف انا معايا مين؟ انا معايا الانسة نوها اللي بتحبيها. ايوه بتاعت المقالات. ايوه هو زي القمر. ايوه ايوه معاك يا خلاص يا استاذ مش كده. لا دي ماما هتكلم لها. اتفضلي ماما. معجبه بيكي جدا جدا. حاضر. امبارح بالليل كانت قالت لي لازم. مساء الخير يا فندم. مفيش يوم بيعدي الا لازم هي تقرا. ماما حضرتك. ايوه ماما. لا 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 دي نوها مش سهى. على فكره المقاله الاخرانيه انت تطلقت فيها على نفسك. يلا يا نوها. كنت عايز اسالك هل المقاله الاخرانيه دي هي فعلا الاخرانيه ولا هي اللي قبل استاذه نوها؟ صباح الخير. صباح الخير. انت محمد يا نوها. صباح الخير. صباح الخير يا جميل. حمدي الافلام دي بسرعه. المراجعه دي كلها اخطاء املائيه. ما ينفعش كده. البروفه كانت وحشه قوي يا محمود. حاجه تكسب. لا صباح الخير. عملت ايه في البيانات اللي ربطتها منك على النت؟ اه جهزتها وحطيتها على مكتبي. برافو. صباح الخير. الو. ايوه يا فندم. رئيس تحرير. طبعا يا فندم موجوده. يعني هتروح فين؟ اهلا 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 يا صباح الخير. ازيك يا جميل؟ عايزني حالا. ثانيه واحده اكون عندك. هو في ايه؟ هيكون ايه؟ تفتكري صاحبك في عزومه كل يوم؟ افتكر قوي. هشوف.